السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، أم عبد الله at home، أم عبد الله في البيت. والنهاردة هوريكم إزاي تغسل البطاطين بدون مجهود وبريحة ثابتة لوقت طويل، وهتطلع معاك نظيفة من أول مرة، وتغسليها وتعملي أكتر من واحدة في وقت قياسي. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد. وانا هغسل البطاطين ببرسيل الجيل اللي عملته معكم على القناة، واسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. واللي ما عملش معايا برسيل الجيل هعمل لكم خلطة جبارة وسهلة وبسيطة بمكونات من بيتك بديل لبرسيل الجيل. الخلطة عبارة عن كوباية من مسحوق الغسيل البودر العادي، كوباية مية، ودي هناخدها نغليها على النار. بعدين بننزل بالمية المغلية على مسحوق الغسيل البودر ونقلبهم مع بعض بمضرب سلك لحد ما يدوب المسحوق في المية، ونسيبه على جنب. لتر صابون سائل، نجيب طبق ونحط فيه الصابون السائل وننزل عليه بالمسحوق البودر اللي دوبناه في المية ونقلبهم مع بعض كويس. نجيب كوباية من الخل الأبيض ونضيفهم لخليط الصابون ونقلبهم مع بعض مرة تانية. نجيب كوباية من الكلور ونحطها على خليط الصابون ونقلبهم مرة تانية. هنجيب نص كوباية من المية ونضيف عليها معلقة كبيرة من ملح الليمون وندوبها كويس في المية، ونضيفها على خليط الصابون ونقلبهم مع بعض. نجيب معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز أو معلقة بيكنج باودر وندوبها في نص كوباية مية. وزي ما انتوا شايفين في الفيديو حصل فوران عشان الكوباية كان مكانها ملح الليمون اللي حطيناه على خليط الصابون السائل. بعد ما دوبناها في المية بنحطها على خليط الصابون السائل ونقلبهم مع بعض كويس. وزي ما انتوا شايفين في الفيديو حصل فوران، كمية الصابون زادت. علشان كده هنسيب خليط الصابون لمدة ربع ساعة تقريبا لحد ما يهدى الفوران الموجود فيه. بعدين نبدأ نكمل باقي المقادير. وده شكل الصابون بعد ما الفوران ما هدي. هنجيب نص كوباية مية ونحط فيها معلقة كبيرة من البطاطس أو الصودا الكوي أو حجر تسليك المجاري وندوبهم في المية. بعدين بنضيفها لخليط الصابون السائل. بس معلقة البطاطس دي لو مش متاحة عندك ممكن تستغني عنها. نجيب نص كوباية مية ومعلقة كبيرة من ملح الطعام وندوبها كويس في المية، ونضيفها لخليط الصابون السائل. وده قوام الصابون بعد ما خلص، وبكده تقدري تستخدميه بالشكل ده. وانا هنا ضفت لون ازرق عشان التصوير، لكن ممكن تستغنى عنه لو مش فارق معاك اللون. وطريقة البرسيل الجل دي للي معملش معايا البرسيل الجل، خلطة بسيطة وسريعة، بس أنا بفضل الطريقة التانية اللي هغسل بيها البطاطين دلوقتي. هتملي البانيو أو أي طبق كبير اللي هتغسلي فيه البطانية مية عادية من الحنفية، واحنا بنملى نص البانيو أو نص الطبق. وغسيل البطاطين هيمر معانا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي نقع البطانية، المرحلة التانية شطف البطانية، المرحلة التالتة تعطير البطانية. أول حاجة بنجيب نص كوباية من مسحوق الغسيل البودر ونفضيه في المية. بعدين بنجيب كوباية من مسحوق البرسيل الجيل اللي عملناه على القناة ونفضيه في المية. نجيب نص كوباية خل أو نص كوباية عصير ليمون لو مش متاح عندك الخل ونفضيه في المية. نقلبهم كلهم مع بعض قبل ما نحط البطانية زي ما انتوا شايفين في الفيديو. نحط البطانية في المية ونغطيها كويس بالمية زي ما انتوا شايفين في الفيديو. نسيبها لمدة ساعتين على الأقل أو من بالليل للصبح. ده شكل المية اللي نزلت من البطانية بعد ساعتين بس، وده من غير ما تدعكيها أو تفركيها، فمش هتحتاجي أي مجهود خالص عشان تنضفيها. بنطلع البطانية على طرف بانيو عشان تصفي كل المية اللي فيها، واللي مش متاح عنده بانيو يطلعها من الطبق
ويحطها على كرسي أو في سبت الغسيل عشان تصفي المية اللي فيها. بنصفي المية الموجودة في البانيو أو الطبق ونبدأ نملى مية جديدة عشان نشطف فيها البطانية. والمية دي مش بحط فيها أي حاجة، وبحط فيها البطانية مرة تانية. وفي غلطة اوعي تعمليها، وهي انك تستعجلي على تصفية البطانية من مية النقع. لازم تصفي كل المية اللي فيها قبل ما تحطيها في مية الشطف، علشان مش توسخ مية الشطف وتضطري تغيرها مرة تانية. ومية شطف البطانية مش بصفيها علشان بتبقى نظيفة، فأنا بستغلها وأحط فيها بطانية تانية، وبضيف لها خلطة البرسيل الجيل قبل ما نحط فيها البطانية زي ما عملنا في أول بطانية. بنطلع البطانية بعد ما شطفناها بالمية تتصفى على حرف البانيو زي ما عملنا في أول مرة. بعد ما تتصفى كويس من المية بننشرها على حبل الغسيل لحد ما تنشف. بنكرر نفس الخطوات مع باقي البطاطين اللي عندك. والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التعطير. نفرد البطانية على السرير ونجيب أي معطر بتحبيه أو أي زيت عطري بتستخدميه، وتبدأي ترش منه على البطانية من الناحيتين في كل مكان في البطانية. والطريقة دي أفضل من إنك تحط معطر غسيل عادي في مية الشطف، وهتبقى الريحة معاكي ثابتة طول الشتاء. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى تجربوه هيعجبكم إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.